بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا اليوم كار نوت سايد. حقيقة هو أفضل دورة انعكاسية ريفرسيبل سايكل تعتبر كار نوت سايد. طبعا تلفظ كارنو وليس كارنوت، كارنو كارنو سايكل، لأنه العالم اللي اكتشفها هو فرنش انجينير بال 1824 سادي كارنو اسمه. حقيقة هي تعتبر دورة نظرية من دورات الهيت انجين، لذلك تسمى بالكارنو هيت انجين. كارنو هيت انجين سايكل أو كارنو سايكل تتألف من أربعة ريفيرسيبل بروسيس. هاي الأربعة ريفيرسيبل بروسيس تبتدئ بالريفيرسيبل ازوثيرمال بروسيس اكسبانشن، ريفيرسيبل ازوثيرمال اكسبانشن بروسيس من 1 إلى 2، راح نشوفها بالمخطط، بس نشوفه انه كانه عندي بيستم وسلندر هنا، فهنا يصير عندي عمليه شنو، عمليه اكسبانشن، عمليه اكسبانشن من 1 إلى 2، بس بثبوت درجه الحراره تكون ال تي اتش كونستان، تعتبر هاي تمبرتشر. ومن ثم يصير عندي البروسيس الثانيه اللي هي ريفيرسيبل ادياباتيك اكسبانشن بروسيس، يعني ايضا البروسيس هنا تكون شنو، تمدديه، بس يكون هنا ادياباتيك معزول، يكون معزول، فانتقال حراره هنا يصير صفر، بس عندي درجه حراره تتحول من الهاي تمبرشر الى اللو تمبرشر. والبروسيس الثالثه هي ريفيرسيبل ازوثيرمال كومبريشن بروسيس، يرجع البيستم حقيقه يندفع مره ثانيه، هنا يضغط المائل الشغل او ما يسمى بوركينج فلويد، بس عند كونستانت تمبرتشر، عند اللو تمبرتشر. وينطرح عندي هنا QL او هيت لوس. بالبروسيس الرابع ريفرسيبل ادياباتيك كومبريشن بروسيس، ايضا كومبريشن، كومبريشن بس هنا عندي ادياباتيك، يكون هنا انسوليشن معزوله ادياباتيك، وبالتالي درجه حراره تتحول من اللو تمبرتشر الى الهاي تمبرتشر. هاي الاربع بروسيس حقيقه هنا نمثلها بالبي في دايجرام. البروسيس الاولى اللي هي ايزوثيرمال يكون تمبرتشر كونستانت هنا من 1 إلى 2، فيصير عندي اكسبانشن. الاكسبانشن عاده الحجم يزداد، شوف يزداد الحجم من 1 إلى 2 والضغط يقل. والبروسيس الثانية يصير ادياباتيك، هنا معزولة، كمية الحرارة هنا المنتقلة تكون هنا صفر، بينما بالبروسيس الأول ايش قد كان كمية الحرارة؟ كيو اتش مقدار دخلت للبروسيس للسايكل في هذه البروسيس. أما بالبروسيس الثانية فأنا عندي ادياباتيك اكسبانشن، أيضا عملية تمدد لأنه الضغط هنا يقل والحجم يزداد من 2 إلى 3. عندما تصل السايكل الى نقطه رقم 3 او الستيت 3، هنا يرجع المكبس يكبس او يضغط مع الشغل، فبالتالي هنا راح يصير من 3 إلى 4 البروسيس، يصير هنا كومبريشن. ليش؟ لان الحجم يصغر والضغط يزداد، بس عندي ويا هنا شنو، ايزوثيرمال بروسيس، يعني تي 3 تساوي تي 4، بس هنا عندي عمليه شنو، عمليه طرح جزء من الحراره ك هيت لوس الى الخارج او ما تسمى بالكيو. ومن ثم تكمل الدوره باخر بروسيس اللي هي من 4 إلى 1، تكون هنا ادياباتيك بروسيس زين وكومبريشن من 4 إلى 1 بهالشكل. شوف المساحه، المساحة under the curve من 1 لـ 2، من 2 لـ 3 تمثل لي الشغل. شوف هاي المساحة، المساحة كلها تمثل لي شغل، هاي المساحة تمثل لي الشغل المنجز. ليش؟ لأن عندي تغير بالضغط والحجم، فعندي شغل منجز. فالاري under the curve مثل لي الشغل للبروسيس 1 و2 وللبروسيس 2 و3. بينما
الاريا اندر ذا كير من 3 الى 4 ومن 4 الى 1، هاي المساحه، هاي المساحه الاريا اندر ذا كير تمثل الشغل المنجز وين بالبروسيسين او بالتو بروسيس اللي هي من 3 الى 4 ومن 4 الى 1، من 4 الى 1. هنا اللون ال دبليو نت يمثل لي هذا اللون اللي هو حقيقه يمثل لي ما بين البروسيسز الاريا المحصوره بالبروسيسز او المحصوره بالدوره السايكل، يمثل لي دبليو نت الشغل الكلي، الشغل الكلي يمثل لي هاي المساحه اللي هي تكون محصوره زين ما بين البروسيس. لو اجي اعكس هاي البروسيسز بالعكس، هاي السايكل اعكسها بالعكس، اخلي اتجاه بهالشكل، شوف الاتجاه هنا بالهيت انجن بهالشكل هذا يبدي 1 2 2 3 وهكذا، بينما هنا لو اعكسها بالعكس ابدي مثلا شوف 1 2 يجي منا بالعكس 2 3 3 4 4 1 بهالشكل هذا، ويكون الكيو ال منا دخوله الى الدوره وخروجه من الدوره كيو اتش، فيكون دبليو نت المحصور بين البروسيسز. لو اعكس هذا الشيء يطلع لي، يعني شوف هسه هذا البروسيس اتجاهه عكس الهيت انجن، فهنا يصير عندي كارنوت ريفجريشن سايكل، كارنوت ريفجريشن سايكل، مجرد اني اعكس اتجاه الدوره فقط، والدبليو نت يبقى هو المساحه المحصوره ما بين البروسيس. الحقيقة هنا عندنا كارنوت برينسيبلز، كارنوت برينسيبلز نتيجتين عندي الكارنوت برينسيبلز، يقول the efficiency of the an irreversible heat engine is always less than the efficiency of a reversible when operating between the same two reservoirs. يعني إذا كان عندي ماكينتين، واحدة كارنوت وواحدة مو كارنوت ريفيرسبل مو انعكاسي، بس يشتغلن نفس الظروف، يعني نفس التي اتش والتي ال اثنينهن، فتكون دائما الافشنسي مال كارنو اعلى، دائما الافشنسي مال كارنو اعلى من الماكينه الثانيه اللي هي مو كارنو. وايضا الافشنسيز اوف اول ريفرسيبل هيت انجنز اوبريتس بتوين ذا سيم تو ريفرسيبلز ار ذا سيم. شوف الافشنسيز او كفاءه المكائن الريفيرسبل، اذا عندي مجموعه من الكائن ريفيرسبل 2 3 4 يشتغلن عند نفس المصادر نفس الظروف، مصدر الحراره الاعلى والاسفل او الاقل، حقيقه راح يكون اللي هنا الكفاءات متساويه. بالضبط مثال عليها توضيحي، لو عندي ثلاث مكائن 1 2 3 3 من هنا 2 الواحد الريفيرسبل 2 و 3 ريفيرسبل يعملن عند نفس الظروف، شوف نفس التي اتش ونفس التيار ثلاثة، فشوف الكفاءة هنا تكون متساوية للريفيرسبل اثنين ما دام يعمل عند نفس الظروف تكون متساوية، بينما كفاءة كارنو شوف بين اثنين وواحد ما متساوية. ليش؟ لأنه هاي كارنوت واثنين وواحد مو كارنوت، فتكون كفاءة كارنوت أعلى إذا اشتغل عند نفس الظروف تحقيقا للنتيجتين السابقة. أيضا من الامور المهمه اللي عندنا هنا ما يسمى بالثيرمودايناميكس تمبرتشر سكيل. حقيقه هنا هو دائما انت الافشنسي احنا اخذناها، يقول هنا حقيقه لازم تكون كفكشن داله للتمبرتشرز افشنسي، هو هذا المقصود بالسكيل او بالثيرمودايناميكس تمبرتشر سكيل. لذلك شوف هنا قلت سنس انرجي ريفيرسبل ار كاركترايزد باي ذير تمبرتشر، شوف مصادر الانرجي زين هنا يقول توصف زين بالتمبرتشرز، ذا ثيرمال افشنسي اوف ريفيرسبل هيت انجن از ا فاكشن اوف ذا ريفيرسبل تمبرتشر اول. فاذا نحول كل العلاقه للثيرمال افشنسي بدلاله التمبرتشر، فحقيقه هنا يسوي يقول انا هي احنا سابقا اخذناها كيو اتش وكيو ال، اذا تتذكرون الكفاءه تكون واحد ناقص كيو ال على كيو اتش، فهنا يقول اذا كيو اتش على كيو ال هي فاكشن اوف
تي اتش وتيال، وهي حقيقه صحيح، بس شلون يثبتها؟ شلون يثبتها؟ يعني هاي الكفاءه واحد ناقص كيو على كيو اتش، شلون يجي يثبتها؟ ياخذ ثلاث مكاين ربط اي وبي على التوالي وسي معهن على التوالي التوازي، وهنا تدخل حراره كيو 1 للماكينتين اي وسي، وتخرج كيو 2 من الاي وتدخل للبي ماكينه كيو 2 ايضا نفسها، وهنا تي 2 ما بينهما، وهنا كيو 3 وهنا كيو 3. حقيقه يسوي علاقه يقول كيو 1 على كيو 2 هي فكشن اوف تي 1 وتي 2 للماكينه الاولى، للثانيه نفس الحال كيو 2 على كيو 3 فكشن اوف تي 2 3 وكيو 1 على كيو 3 هي فكشن اوف تي 1 وتي 3. زين بعدين يجي هنا كيو 1 على كيو 3 حقيقه يفرضها يسوي تشين رول، فهنا يضرب ويقسم على كيو 2 يسوي له سبريشن، فيصير كيو 1 على كيو 2 مضروب في كيو 2 على كيو 3. فيقول هاي حقيقه ما تتحقق، ليش؟ لان هاي راح هاي فاكشن اوف شنو؟ تي 1 وتي 3، هاي فاكشن اوف تي 1 وتي 2، هاي فاكشن اوف تي 2 وتي 3. هنا اكو تي 2، هنا ماكو تي 2. فشو يسوي هنا؟ يقول اذا طبق هاي العلاقه هاي خطأ، لأنه الجهة اليمين ما تساوي جهة اليسار. فشي يسوي هنا؟ يجي يفرض فاكشن اوف تي 1 على تي 2، يقول هي تساوي لفاي اوف تي 1 على فاي اوف تي 2، وفاكشن اوف تي 2 وتي 3 هاي هي فاكشن اوف تي 2 على فاكشن اوف تي 3. من يضربها هنا علامة برودكت بيناتهم، يضربها انذرام تصير تي 2 فاكشن اوف تي 2 وفاكشن اوف تي 2، فتصبح هنا شنو؟ فاي اوف تي 1 على فاي اوف تي 3، وبالتالي تحققت اذا النظريه اليمين واليسار تساوى. وبالتالي يقول هنا أنا حقيقه كي 1 على كيو 3 هي بقت هي فعلا فاكشن اوف تي 1 وتي 3، وهي تساوي فاي اوف تي 1 على فاي اوف تي 3. بالتالي هنا كيو 1 وكيو 3 هي كيو اتش وكيو ار، اذا هي فاكشن اوف تي اتش مو فاي اوف TH على فاي اوف تي. هنا حقيقة لورد كلفين فيرست بروبوزد تيكينج فاي اوف تي تساوي تي، هو اخذها كلفين اخذها، وبالتالي عرف لنا الثيرمودينامكس تمبرتشر سكيل از يقول كيو اتش على كيو ال بالريفرسبل سايكل يساوي تي اتش على تي، وبالتالي راح يصير كل القوانين السابقة اللي أخذناها للماكينة الحرارية وللهيت إنجين وللرفرجريتر أو للهيت بومب للرفرجريتر هي أوبشن، للماكينة الحرارية الكفاءة واحد ناقص كيو ال على كيو اتش، إيش صارت؟ واحد ناقص تي ال على تي اتش، هاي وين؟ بالكارنوت إنجين، بالكارنوت إنجين. نفس الحالة بالنسبة للثلاجة، راح كيو اتش تخلي بمكان تي اتش وكيو ال تخلي تي ال، وبالنسبة للهيت بومب نفس الحالة تخلي تي ال على تي اتش. حسب ما موجود بالقانون. شوف هنا مثال يقول هيت بومب نستخدمه لتدفئة البيت زين بالشكل الموجود، يقول احافظ على حرارة البيت 21 درجة مئوية كل الوقت، الهاوس استيميت تو بي لوسز هيت، طبعا دي يفقد الهاوس 135 لازم اعوضه من الهيت بومب على مود تبقى 25، هذا اذا هاي تعتبر كيو اتش مال من مال الهيت بومب. Outside temperature ناقص 5، احسب المينيموم باور required to derive the heat pump. من يقول لك مينيموم او ماكسيموم بعض الامور بعض المصطلحات، يعني استخدم كارنو، فيجي يستخدم كارنو هنا يروح يطلع السي او بي مالته 1 على تي ال على تي اتش عندي بس تحول للكولفين ناقص 5 تي ال 21 تي اتش، تطلع السي او بي مال الهيت بومب 13، اذا ايش قد احتاج اني وير كيو اتش على سي او من القانون كيو اتش على سي او زين، اجي هنا ايش قد طلعت لي؟ 3.3 كيلو وات احتاج للهيت بومب 3 كيلو وات على مود ادف في البيت ب 1 يبقى 21 درجة مئوية على طول الوقت. زين لو ما استخدم الهيت بومب لازم شوف هاي 11 مرة اضرب شو اسمه اضرب هاي 3 في 11 مره، يعني على مود احصل على 37، يعني راح اصرف كهرباء اكثر، اذا استخدام الهيت بومب هو اقتصادي وبالتالي يقلل صرف الكهرباء ب 11 مره. هو هذا المقصود بالسي او بي للهيت بومب، انه انا اقلل مصروف الكهرباء بالسي او بي مقدار السي او بي. شوف 11.3